عودة لحضراتكم وناقدنا الرياضي المميز أحمد عز الدين رئيس تحرير الموقع في الجول. الحقيقة ببقى سعيد جدا بوجوده معايا، معلومات دائما وأبدا عندنا معلومات كبيرة جدا جدا. أحمد من المتابعين بشكل جيد جدا للرياضة المصرية والرياضة العالمية، وبالتأكيد هنستفيد من خبراته النهاردة وكمان نتعرف أكتر على السير الذاتية الكتيرة جدا المتواجدة طول الوقت طول ما في تغيير للنادي الأهلي أو نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت. أحمد مساء الخير. مساء الفل، ازيك، أخبارك؟ ربنا يخليك، سلامتك. يعني أنا عارف إنك تعبان وبشكرك طبعا على يعني الله يسلمك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. خليني في البداية يعني أخدك لفكرة تواجد بطولة أمم أفريقيا في مصر في الظروف الحالية، أعتقد أنه يعني بتعكس صورة الأمن والأمان الموجودة في مصر في هذه الفترة. بتتكلم كمان على أن هي فرصة جيدة جدا لأن احنا نختبر نفسنا على مستوى التنظيم، يبقى عندنا بس نتمنى أن مستوى التنظيم اللي إن شاء الله أنا متأكد أنه هيكون كبير جدا، نقدر بعد كده ناخد منه حاجة اللي هي learnings، فاهم؟ اللي هو احنا هنتعلم ايه من اللي هنشوفه في البطولة دي علشان خاطر تكون فتحة جيدة جدا ان احنا بعد كده نتكلم على وجود جماهير، نتكلم على تنظيم جيد للدخول والخروج في ملاعب، نتكلم على معاملة مع فرق أجنبية، نتكلم على إقامة الفرق الأجنبية دي. يعني طريقة أو يعني فرصة جيدة جدا بأمانة لاختبار قوتنا والتعلم من النتيجه اللي هنشوفها دي بعد فتره ركود كبيره حصل. واتمنى ان شاء الله يكون فيها تحقيق لانجاز كمان. طبعا إن اكيد شاء الله اكيد المنتخب كمان بالظبط المنتخب يعني مطمئن جدا بصراحه، يعني ان شاء الله يعني امال كبيره جدا معقوده على هذا المنتخب، لانه الحقيقه منتخب من المنتخبات القويه والمحترمه في افريقيا كمان وعالميا كمان. ان شاء الله مصر باذن الله تصل لكاس العالم ان شاء الله الفتره اللي جايه. اروح معاك للدوري المصري قبل ما ندخل في التفاصيل. المدير الفني للنادي الاهلي شايف الدوري المصري هذا الموسم ازاي؟ قوي ينقصه ايه؟ الظواهر السلبيه والايجابيه اللي موجوده فيه؟ لا طبعا دوري ممتاز، دوري فعلا المره دي فيه قوه كبيره جدا في التنافس، ساعد على كده الثبات والاستقرار اللي حصل في النادي الداخليه ومصر المقصه، ساعد على كده ضخ بعض الدماء الجديده من المديرين الفنيين في فرق كانت بتعاني السنه اللي فاتت زي المصري لما تعاقد مع كابتن حسام حسن، ساعد على كده عدم الاستقرار اللي حصل في النادي الاهلي والزمالك، فادى فرصه لفرق ثانيه تظهر والناس تهتم بيها وتتابعها بشكل اكبر، وبالتالي ناخد يعني متعه اكبر مع المقصه والداخليه تحديدا. بس يعني على امل ان شاء الله ان مصر المقصه والداخليه ما تبقاش ظاهره وتقع، لا نحاول بقدر الامكان ان احنا نديهم الامكانيات اللي تخليهم ما يتحولوش لطارق يحيى وطلعت يوسف جداد، دول كانوا اسمين كبار جدا في مرحله ما كمدربين في فرق وسط بينقلوهم نقله نوعيه، لكن بعد كده ما بياخدوش فرص، ما بياخدوش امكانيات، فبيفضلوا مدربين فرق وسط، وبالتالي ما بيحصلش تطور للمدربين عندنا لحد ما في الاخر بتلاقي ان معدلهم العمري كبر وما بقوش مطلوبين في الانديه الكبيره. فانا اتمنى ان الاثنين مدربين دول حاليا علاء عبد العال و إيهاب جلال ان هم لا ياخدوا دعم كبير وياخدوا امكانيات كبيره وفي نفس الوقت ياخدوا فرص اكبر علشان خاطر نقدر فعلا نضخ دم جديد في المدربين المصريين، ويقدروا هم كمان يتطوروا، يعني اهدافهم كمان ما تقفش عند هذا السقف يعني. طب تسمح لي نروح لزميلنا احمد وجيه، معاه الاستاذ عمر سكتة رئيس الاتحاد الليبي لكره اليد بالتاكيد واللي مشرف ومنور مصر. في مشكله في الاتصال. طيب يعني ارجع معاك للدوري المصري، شايف انه ظاهره تغييرات المدربين الحقيقه ازمه كبيره جدا، ويمكن كان معايا الحاج محمود الشامي من شويه وقال انها فعلا هم رصدوا هذه الظاهره السلبيه الموجوده في الدوري، وبالتالي النهارده 16 17 مدرب في 40 او 40 45% من الدوري المصري حتى الان من مرحلته طبعا الاولى. شايف انها ازمه؟ شايف انها ظاهره صحيه؟ شايفها ازاي؟ مش ظاهره صحيه، هو التنافس الكبير اللي حصل في الدوري طبعا ودانا للنقطه دي، لكن يمكن هي اكتر المفترض يعني ان هي تعلم الانديه او توضح لنا الازمه الاساسيه هي انت بتختار مدرب بناء على ايه؟ دي نقطه غايبه عن الأندية بشكل كبير جدا، بدليل ان المدرب ما بياخدش 3 4 ماتشات وبعد كده بيمشي تاني. شفنا يعني كابتن محمد جنيدي اعتقد من اول مباراتين في الدوري رحل. بالظبط. انت بتتكلم كابتن محمد صدقي كمان في اسمه نفس الكلام، كابتن محمد صدقي برده كان كانت نقطه غير مفهومه لان الراجل عامل انجاز كبير، فرحل لحاجه ليها علاقه بان انا السنه دي عايز انافس. فطيب يبقى هل كابتن حماده صدقي معاه الامكانيات بتاعه المنافسه، ولا كابتن حماده صدقي معاه امكانيات هي نفس الامكانيات تقريبا باضافات بسيطه تخليه يفضل يحقق نفس النتائج، وبالتالي لما لقيته ما بينافسش شلته. انما لو انا من الاول محقق له الطلبات بتاعته بشكل عام ده هيفرق.
المقاولين العرب لما مشي كابتن حسن شحاته، هل العناصر اللي في المقاولين العرب عناصر شابه صغيره في السن فمحتاجه مدرب بيعرف يتعامل مع العناصر الشابه الصغيره في السن، ولا هي عناصر كبيره فهو فانت محتاج مدير فني طريقه لعبه تتوافق مع، يعني مثلا عارف زي تغير الخطه تلعب 3-5-2 فيبقى عندك بلاي ميكر بطيء ما فيهاش ازمه، عندك ليبرو بطيء فما فيهاش ازمه فتعالج المشكله دي، ولا انت عندك فريق صغير قوي سريع فتجيب مدير فني بيلعب بضغط عالي بحاجات انت بتدور على ايه؟ انت محتاج تعالج النقطه دي دايما عندك في الفرق المصريه. طيب دي النقطه او النقاط الفنيه اللي اتكلمت فيها، شايف تحديد الاهداف طبعا مهمه جدا مجلس ادارات، وانا دايما الحقيقه بعيب او بسلط الضوء على انه العيب اللي موجود ده او الظاهره السلبيه دي موجوده في الدوري المصري بسبب مجلس الادارات لانها مظبوط. ما بتحددش اهدافها من البدايه. وعايز اقول لك في الاتحاد الانجليزي او في اي نادي كبير انت لازم تقدم برزنتيشن كامل تقول فيه انا خططي ايه؟ طريقة تدريباتي ايه؟ نظرتي للناشئين ايه؟ كمدير فني عشان تكون درست الفرقة ودرست امكانياتها وعرفت نقط القوة ونقط الضعف وطريقة الشغل مع الناس دي والمشاكل الرئيسية اللي مثلا موجودة لعيبة كبار في السن او لعيبة كبار في القوة في قوة التأثير في النادي، الحاجات دي كلها عايز اقول لك ان هي نصرت مثلا جوارديولا على جوزيه مورينيو لما جه سنة 2007 او 2008 مش فاكر جوارديولا يمسك برشلونة، ولكن مش فاكر سنة كام راحت من دماغي، لكن يعني كان مورينيو عمل برزنتيشن، جوارديولا عمل برزنتيشن، في النهايه جوارديولا هو اللي انتصر بالعرض بتاعه. بتتكلم على فابيو كابيلو سنه 2010 انتصر على 4 مرشحين علشان يمسك منتخب انجلترا في كاس العالم. فدايما الطريقه بتاعه التفكير بتاعتنا والطريقه بتاعه دراسه المدير الفني بتاعتنا محتاجه تتغير علشان في النهايه تقدر تحقق نتائج افضل. طيب شايف ان احنا ممكن نعالج ده ازاي في مصر؟ يعني الاتحاد المصري ممكن يكون ليه دور في معالجه هذه الظاهره السلبيه الموجوده في الدوري المصري؟ اعتقد ان وضع قيود على الانديه ساعات كتير مش بيفرق، يعني عايز اقول لك الدوري الايطالي حطوا قيد، انا سمعت يعني سمعتك وانت بتتكلم عن القصه دي، لكن القيود دي ادت لايه؟ برضو لحد النهارده المديرين الفنيين بيتغيروا بشكل كبير جدا في الدوري الايطالي، وبالتالي اعتقد ان هي تعلم من ادارات الانديه لازم يعرفوا، واعتقد ان هم يعني اللي بيغلط مره بيحاول المفترض ان هو ما يكررش الغلطه مره تانية يعني. فاتمنى بس ان هم ياخدوا بالهم من التفصيله الصغيره وهم بيتعاقدوا مع المدير الفني علشان خاطر في النهايه الاستراتيجي دي تنقلهم ل يعني بشكل كبير. هقول لك على حاجه، ان برشلونه ايا كان المدير الفني اللي بيجي الفرقه بتنجح بنسبه كبيره جدا باستثناء بسيط اللي هو تاتا مارتينو. ليه؟ لان في اسلوب واحد للتدريب في قطاع الناشئين وفي الفريق الاول، وبالتالي المدرب سيستم معين ماشيين عليه من ناحيه فنيه، فالمدرب بيغير في تفاصيل بسيطه لكن السيستم هو اللي بيضمن لك النجاح. ده اسلوب تفكير يخلي الانديه لو طبقته هنا على الاقل الانديه المتوسطه تحديدا تقدر تبقى محافظه على المكان اللي هي بتحققه، مش نادي كبير زي حرس الحدود فجاه تلاقيه بينافس على الهبوط. الحقيقه نقط مهمه جدا ونقط فنيه مهمه جدا كمان، اتمنى انه الاتحاد يراعي ده، الانديه المصريه تراعي ده بشكل كبير، مجلس الادارات تراعي ده بشكل كبير جدا عشان ما نشوفش هذه الظاهره السلبيه الموجوده وخمس ست مدربين لنادي في المرحله الاولى من الدوري يمكن 13 14 مباراه او 15 اسبوع، النهارده بنشوف 16 17 مدرب بيمشوا او بيرحلوا عن الدوري المصري في هذه المرحله، اعتقد امور صعبه جدا الحقيقه. خليني اروح، اسمح لي يا احمد نروح للصاله المغطاه في استاد القاهره، وطبعا بطوله امم افريقيا لكره اليد النهارده مع زميلنا احمد وجيه، معاه الاستاذ عمر سكته رئيس الاتحاد الليبي لكره اليد، وكمان معاه الاستاذ حنفي العجدي رئيس الاتحاد المغربي لكره اليد. يعني اهلا وسهلا بهم في مصر، وبالتاكيد بطوله ان شاء الله ناجحه في الفتره القادمه. وجيه اتفضل. مرة أخرى كابتن أشرف من داخل الصالة المغطاة في استاد القاهرة، معايا رئيس طبعا الاتحاد المغربي لكرة اليد ومعايا رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد. هنبدأ طبعا بالسيد عمر سكتة رئيس الاتحاد المصري لكرة، رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد. يعني سيد عمر بنرحب بحضرتك وتحيات كابتن أشرف ممدوح في الاستوديو. الله يسلمك، بارك الله وفيك، موفقين ان شاء الله. يعني وسط الظروف الصعبه اللي ليبيا بتعيشها وكلنا طبعا قلوبنا معاكم، والظروف السياسيه بتشاركوا النهارده، ويمكن انت كلمتني وقلت لي بعد اللقاء ان احنا جايين ننافس على البطوله وجايين نلعب بشرف لاخر ثانيه، وانطباعك بقى عن اقامه البطوله في مصر؟ هو طبعا احنا ظروف الدوله صعبه زي ما قلت، لان مو سنتين ما فيش دوري في ليبيا، ولكن احنا اصرينا ان احنا نكون مع أشقائنا في بطولة أمم إفريقيا حتى نرفع العلم الليبي،
طموحنا مش زي طموح الفرق المستعدة، ولكن إن شاء الله نحاول نعدي للمرحلة اللي بعدها بإذن الله. يعني امتى هنشوف ليبيا بقى ترجع لسابق عهدها في عامه في كره القدم كره اليد؟ يعني انت كراجل ليبي وكمواطن ليبي، يعني امتى نشوف ليبيا ترجع لسابق عهدها، وازاي بتقدروا تعملوا فترات الاعداد بتاعتكم وسط الظروف الصعبه دي؟ هي ليبيا لها باع طويل في كره اليد، يعني ماضيها كويس، مش جايه جديد، وعندنا الصنف الشباب والامال في كينيا جبنا الترتيب الخامس، ولكن الظروف هي اللي صعبه من غير دوري، فهمت؟ والان عندنا ينشطوا 5 لاعبين في الخارج محترفين، ولكن للاسف اصيبوا في الاسبوعين الاخيرات، فالفريق شويه تعبان يعني، لكن ان شاء الله هو وجودنا الان في مصر هو الهدف الاول، والحمد لله نحن تواجدنا يعني. توفيق لحضرتك والمنتخب ليبيا الشقيق طبعا، وما بنرحب بكم مره ثانيه في مصر حبيبي. الله يسلمك، وان شاء الله ربي يوفق المنتخب المصري ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا شكرا. يعني كابتن اشرف معانا على الجانب الاخر طبعا الاستاذ عدلي حنفي رئيس الاتحاد المغربي لكره اليد، بنرحب بيك في مصر وتحيات كابتن اشرف ممدوح في استوديو النهار. اولا احنا سعيد بتواجدنا بمصر البلد الثاني، ونهني الشعب المصري على الحمد لله الافتتاح اللي كان يليق بمصر ويليق بتاريخ مصر، وهذا ليس غريب على المصريين، لان في مثل هذه التظاهرات يبينوا عن علو كعبهم، والحمد لله المؤشرات الاولى يظهر بانه تظاهرة غتكون ناجحه على كافه المستويات. يعني استاذ عدلي كلمنا بقى عن اعداد الفريق الليبي طبعا للفريق المغربي للبطوله، وازاي عدتوا الفريق وازاي عملتوا فتره الاعداد. بالنسبة لاستعدادات الفريق القومي المغربي هو يندرج في اطار واحد المشروع، انا احنا الحمد لله تقريبا لنا 6 أشهر على رئاسة الجامعة، وفيه مشروع، والمشروع ينطلق من هذه التظاهرة اللي في مصر على اساس تكوين منتخب قومي ينافس البلدان اللي تلعب على اللقب. احنا جينا لهذه التظاهرة والحمد لله رغم حداثة بالمسؤولية بدلنا مجهود كبير على مستوى التحضير، حضرنا في المغرب وحضرنا في إسبانيا وحضرنا في تونس، اليوم الحمد لله كانت انطلاقة إيجابية، فزنا على الجابون على أساس أنه فريق يلا ينضج وصغير السن، على أساس أن نشتغله للسنوات الأربع القادمة إن شاء الله. يعني انطباعك ايه بقى يعني تنظيم مصر لكره بطوله الامم الافريقيه لكره اليد، انطباع حضرتك ايه طبعا في ظل الظروف السياسيه اللي بتعيشها عامه منطقه الشرق الاوسط؟ دي رساله لكل العالم ان مصر امنه وبتحتضن الجميع، يعني رساله من حضرتك كرئيس الاتحاد المغربي لكره اليد العالم بقى ان مصر امنه وتقدر تستضيف وتحتضن اي بطوله في العالم. شوف انا نقول لك منذ حلولنا بمصر وحفل الافتتاح رساله قويه الامن والاستقرار اللي تعيشه مصر، الحمد لله نتجول، الحمد لله نتسيل، الحمد لله شفنا ناس ترحب، شفنا استقرار، شفنا مجهود كبير اللي ظهر اليوم في المجال التنميه خصوصا في كره اليد، وخير دليل على ذلك الحفل ديال الاستقبال اللي كان اليوم في القاعه والحمد لله بانه كل الامور كل المقومات تظهر بانه مصر لا خوف عليها لا فيما يتعلق بالمجال الرياضي ولا ايضا في المجالات كل مجالات اخرى. شكرا جزيلا. بشكرك زميلي احمد وجيه، وبشكر طبعا الاستاذ عدلي حنفي العزي رئيس الاتحاد المغربي لكره اليد، الاستاذ عمر سكته رئيس الاتحاد الليبي لاتحاد اليد، وبالتاكيد يعني منورين مصر طبعا، مصر ستظل امنه ومستقره ان شاء الله، ورساله لكل الدنيا ولكل العالم ان مصر ان شاء الله امنه في الفترات القادمه وعامره بالاستقرار ان شاء الله في السنوات القادمه. احمد ارجع معاك لي، يمكن حقيقه منظر الجمهور كمان في يمكن هايل يعني بصراحة. حاجه مشرفه جدا، واتمنى ان شاء الله تستمر. يعني انا بقول لك علشان كده احنا محتاجين نطلع من ده بالدروس المستفاده بالنسبه للامن، بالنسبه للاتحادات، بالنسبه للجمهور حتى، وطريقه بيع التذاكر واماكن بيع التذاكر واختيارات الجمهور. تجربه مفيده جدا ان شاء الله، يعني ان شاء الله اتمنى ان نمشي عليها باذن الله الفتره اللي جايه. ارجع معاك لنقطه مهمه قبل ما اروح لاختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر ومستر بيسيرو مع النادي الاهلي، انه يعني بالتاكيد احمد عنده النهارده امور فنيه شويه عايز يتكلم فيها مع حضراتكم خاصه بيسيرو مع النادي الاهلي وميدو مع نادي الزمالك في الفتره الحاليه. ولكن ارجع معاك للمنافسه، شايف انه ممكن هيظل المصري ومصر المقاصه الداخليه
النفس الطويل ده موجود في الدوري والمنافسه على بطوله الدوري، ولا هنشوف برضو المنافسه في النهايه تنحصر بين اهلي وزمالك؟ اعتقد يعني ان احنا هنشوف في الاخر منافسه اهلي وزمالك اكتر. الامكانيات اللي عند نادي الاهلي وزمالك الفنيه بتتيح لهم ان حتى لو في سوء اداره يفضلوا في الاماكن المتقدمه في الجدول. في نفس الوقت المباريات مع توالي، انت عارف اصعب حاجه بالنسبه مثلا لنادي زي ليستر سيتي وهو داخل الدوري الانجليزي بالقوه، بينافس بقوه جدا على الدوري يعني. تلاقي في بدايه السيزون الفرق كلها فاتحه مساحات، لان الفرق كلها لسه كل واحد بيحاول يلم اكبر قدر من النقط. نص الموسم الثاني بتلاقي الفرق كلها ابتدت النقطه بالنسبه لها تفرق، علشان حسابات الهبوط بالذات وحسابات البقاء في جدول في منتصف الجدول، فبتبقى النتيجه ان الدفاع بيبقى اصعب شويه، فبتبتدي تتطلب منك انك تفتح خطوطك اكتر وتحاول تهاجمهم بكثافه اكتر، فبتطلط جوان من هجمات مرتده، فتبتدي العمليه تختلف شويه في جمع النقاط. فده اعتقد انه هيحصل مع الفرق اللي زي المصري والمقصه والداخليه. عشان كده انا بقول لك انا نفسي ان الانديه دي حست بشويه قوه تبتدي تدعم نفسها اكتر واكتر، علشان خاطر تحافظ على الاقل على الايمج او الصوره اللي هي رسمتها لنفسها في الموسم، وتبتدي تقدر تطور من اهدافها اكتر في السنين. تجديد الطموح والدوافع مهم جدا الحقيقه للاعبين كمان الفتره اللي جايه. اروح معاك للنادي الاهلي. شايف انه بيسيرو قدم، لانه في اعتراضات كتيره من بعض الجماهير النادي الاهلي اكيد متابعه بشكل جيد، وشكل عندنا تقارير كتيره هنا خاصه بجماهير، لان انا بحب الحقيقه دايما اخد نبض الشارع الرياضي وده مهم جدا الحقيقه. استشعرت ان في كم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي غير راضي عن الاداء، رغم ان الراجل يعني 12 مباراه حقق 8 فوز، خسر لقائين وتعادل في لقائين، وكان لسه في المنافسه مع نادي الزمالك وما زال في المنافسه بالتاكيد. شايف انه كان ممكن يستمر والنتائج تبقى افضل، ولا شايف انه الامور الفنيه بالنسبه له كانت صعبه في ظل استبعاده لبعض اللاعبين اللي كان نفس جمهور النادي الاهلي يشوفه؟ هقول لك حاجتين مهمين في الموضوع ده. الحاجه الاولانيه الرفض العارم اللي كان حاصل لجوزيه بيسيرو قبل ما يبتدي يتولى مسؤوليته. المسؤول عنه في الاول وفي الاخر كان النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ابتدى ان اول يوم اتكلموا فيه مع بيسيرو حصلت بعض، كان كلام سري، وبعد كده طلع كابتن زيزو قال ان بيسيرو فيه مفاوضات معاه، حصلت بعض الهجوم على الاداره لان شخصيته ضعيفه، ده حصل له موقف في السعوديه مش عارف عامل ازاي، فنفوا تماما. محمود طاهر رئيس النادي طلع نفى تماما ان في مفاوضات مع بيسيرو، وفي الاخر اللي جه كان جوزيه بيسيرو. انت بتتكلم في انك مش ما قدمتش المدير الفني باحسن طريقه ممكنه. حاجه تانية التواصل مع الجمهور، يعني النهارده جوزيه بيسيرو الناس كلها مش فاهمه هو ليه انطوي ما بيلعبش، ليه احمد الشيخ ما بيلعبش. اول تعادل الناس بتشيله لان احمد الشيخ وانطوي ما بيلعبوش. انت كمدير فني او انت كاداره النادي ليه مش بتوضح ده؟ ليه مش بتوضح ده؟ بيحصل في اوروبا احمد يعني طبعاً. المدير الفني بيطلع يوضح، لانه هنا بيعتبروها تدخل في اختصاصات المدير الفني. ما حدش طلب من يعني ما حد يعني مش معنى ان انت بتطلع تقول للناس انا شايف ايه على مستوى التكتكس او على مستوى دي، بقى وظيفه المؤتمرات الصحفيه بتاعت ما قبل المباراه. ده واحد. اتنين، في هنا عاده غريبه جدا. في مره من المرات كنا بنسال واحد من المدربين يعني بدون ذكر اسمه على ليه عملت التغييرات الفلانيه في التشكيل اسف. فقال انا مش هتكلم غير في الماتش، لو سمحت ما تسالنيش غير في الماتش، كان التشكيل ده مش جزء شخصيه يعني. بالظبط كده. ففي بطريقه او باخرى اساليب انك تقدر تقدم المدير الفني باحسن اسلوب، تقدر تخلي المدير الفني يوصل وجهه نظره للناس، وفي الاخر النتائج بعد كده يعني انت بتشتري لنفسك وقت، وبالوقت ده انت بتشتغل فيه على اللعيبه، وبعد كده النتائج هي اللي بتبقى في الاخر الفيصل بيني وبينك. انما انت ما اشتريتش وقت مع الناس، انت دخلت في صدام مبكر بان انت ما بتتكلمش، سايب اللي يتكلم يتكلم، اللي ينتقد ينتقد. الثقافه دي مش موجوده. بالظبط كده. والنتيجه ان انت ما اشتريتش لنفسك وقت، وبالتالي الناس بقت بتحكم عليك من كل 10 دقائق بتفوت في الملعب، وده ادى بشكل كبير لمشكله. اتفرج مثلا على اللي عمله كابتن زيزو، حاجه كانت امبارح كانت عجباني جدا. نسيبك من الناحيه الفنيه على قد ما انت الناحيه النفسيه. تغييرت الخطه في حد ذاتها لما الناس قرت التشكيل لاول مره خدت نفس، حست ان في تغيير حصل. فالضغط اللي كان على الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي شويه اختلف. الناس ابتدت تبقى عايزه تقرا الماتش اكتر، فمشغوله بده عن ان هي تنتقد اول 10 دقائق ما عملناش فرصه، اول 20 دقائق ما رحنا 20 دقيقه ما رحناش على الجول، وهكذا. ايه اللي حصل بقى في الملعب لو هننقل ده مع ده؟ هتلاقي معرفش لو الصبوره كده باينه يا ساره، يا ريت نعمل زوم كده على البورد اللي مع احمد. ده الطريقه اللي كان بيلعب بيها جوزيه بيسيرو مع النادي الاهلي 4-2-3-1، او الاقرب ليه 4-5-1. الطريقه اللي بيلعب بيها جوزيه بيسيرو دي كانت بتتطلب ان في خط الوسط يكون فيه
تقارب بشكل كبير جدا في المساحات والخطوط. فعلشان عشان ليه بقى؟ عشان تعمل كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء انت محتاج ان حد يزيد معاك جوه منطقه الجزاء. فعلشان ده يزيد معاك جوه منطقه الجزاء محتاج ان كل العناصر دي تبقى قريبه من بعض. لما الاهلي بيعمل خط دفاع عالي كانت في فرص كتير جدا بتيجي عليه فرصه واحده تخلص عليه الماتش لان احمد حجازي شويه كان عنده بطء. حلو، ده واحد. فابتدى خط الدفاع يخاف فابتدوا يقفوا ورا، فابتدى وسط الملعب يضم عليه، فابتدى ده راس الحربه يكون معزول تماما في الهجوم. اللي عمله كابتن زيزو ان هو حب الكيرتيكر ده او المدرب المؤقت اول حاجه دايما بيفكر فيها ازاي يريح الكل. اللعيب اللي كان عبد الله السعيد بيلعب يمين، ده مش مركز مريح لعبد الله، رجعه في مكانه. الفرقه مش عارفه توصل للجول بشكل مريح، تعالوا نغير الخطه ونلعب باتنين فراوده. اللي حصل بقى ان ابتدى عبد الله السعيد يلعب في العمق، رمضان صبحي او عبد الله السعيد ورمضان صبحي بيلعبوا في العمق. المساحه اللي بينهم واسعه جدا، فكل واحد فيهم لانه صنع لعب اصلا خد فرصه كبيره جدا ان هو يتحول وينطلق. انطوي مش ماشي معاه كوره، شفنا ده على طريقه ادائهم الحقيقه امبارح. بالظبط، انا هقول لك على ان عبد الله السعيد امبارح نجم الفرقه بلا شك يعني. امبارح عمل 19 باص مع حسام غالي، امبارح عمل 11 باص مع احمد فتحي، امبارح عمل 8 باص مع رمضان صبحي. انت بتتكلم في معدلات كويسه جدا للتمريرات في ربط الخطوط بتاعت النادي مع بعض. فاللي حصل ان عبد الله خد اريحيه كبيره فربط الوسط بتاع النادي الاهلي مع بعض، فابتدى يدي فرصه لنقطه كمان. افرض ان النهارده دفاعي متاخر، ارمي كور طويله هتلاقي اتنين فراوده مش واحد بس بيستلم الكوره، وبالتالي دول لما بيقفوا عندهم سرعه وقوه بالظبط، فلما بيقفوا على الكوره كمان بالظبط بيكونوا محطه لعب، فبيدوا فرصه لعبد الله ورمضان ان هم يروحوا. رمضان كمان علشان خاطر 4-5-1 اللي كان بيلعب بيها بسيرو كانت بتتطلب رمضان ما ينفعش يخش هنا علشان خاطر فيه بني ادم هنا. فرمضان واقف بره، فرمضان وهو على الوينج كوينجر مش احسن مكان ليه. امبارح رمضان صبحي عشان عنده مساحه كبيره ان هو يتحرك فيها، رمضان صبحي امبارح عمل 11 دريبلينج، 11 مره جري بالكوره بشكل سليم، ده معدل اعلى من معدلات بتحصل في اوروبا. المعدل بتاع نيمار الافريج بتاعه 6 في الماتش. فلما رمضان صبحي يعمل المعدل ده، ده معناه ان في راحه بشكل كبير جدا في وسط الملعب في النادي الاهلي. فدي كانت الحاجه الناجحه جدا بالظبط، دي الحاجه الناجحه نفسيا اللي عملها كابتن عبد العزيز عبد الشافي بتغيير الخطه. لكن اي كيرتيكر في الدنيا، انت عارف دي ماتيو كسب تشامبيونز ليج ككيرتيكر لما خد فرصه كمدير فني اول، ابتدى يتطلب الموضوع معاه تغييرات اكتر، وابتدى لعيبه تانية تزعل زي مؤمن زكريا مثلا اللي قاعد على الدكه، انت هتراضيه ازاي؟ فانت ما تعرفش تراضي كل اللعيبه. فانت الاهلي برضو برغم كده محتاج مدير فني مختلف، مش تقليلا من كابتن زيزو، لكن على الاقل يتقال لكابتن زيزو من دلوقتي انت هتبقى المدير الفني. يعني مش عايزين التجربه بتاعت فتحي تتكرر تاني بالظبط كده. اللي هو انا مش هقول كتير قوي اللي هو انا مش هقول هو انت مكمل ولا لا. انا هسيبك وكل ماتش انت بتكسبه وبفوت، وكل ماتش انت بتخسره بقول لا ده انا هجيب واحد تاني. فانت مش علق الدنيا، فمش مدي فرصه للمدير الفني انه يعمل مخاطره او ان هو ياخد قرارات او ان هو يقرا الاحتياجات بتاعت الفريق. وفي النهايه التجربه دي فشلت يعني بالظبط، والنتيجه بتاعتها كانت واضحه. طبعا كلام مهم جدا، واتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يقتنع بده بشكل كبير جدا، انه القرار مهم جدا يكون في مدير فني النادي الاهلي الفتره الجايه، سبب تكمله كابتن زيزو، وجود اي اسم من الاسماء المقترحه للنادي الاهلي واللي هنتكلم عنها دلوقتي. شايفها ازاي؟ يعني انا دايما بنشوف احمد الحقيقه كل مره النادي الاهلي بيبقى في بصدد التعاقد مع مدير فني بنشوف اسماء كتيره جدا جدا واسماء كبيره زي رينارد، زي جورج ليكن، زي توماس تشاف، مانويل جوزيه، فريرا، باولو سيرجيو، كل الاسماء دي لازم معظمها كانت نفس الليسته اللي فاتت ولكن المدير الفني الاجنبي الاسم اللي بيقترح دايما، وفي النهايه بنشوف مدير فني برضو السيره الذاتيه بتاعته مش قويه لانه انت دايما بتتعاقد زي ما تفضلت وقلت دلوقتي كابتن عزب شافي او كابتن فتحي مبروك وقتها كان مرحله انتقاليه، فبتيجي في وسط الموسم بتبقى عايز تغير، فمتلاقيش المدير الفني الكفء او السيره الذاتيه القويه اللي تقدر تتعاقد معاه. شايف ان ممكن النادي الاهلي يمشي بنفس السيستم ونشوف في النهايه مدير فني كابتن زيزو كمل، او نشوف اسم الاسماء المقترحه زي كابتن حسام البدري موجود في النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ اهم حاجه الوقت، لان انت كل ما بتطول كل ما بتدي انديكيشن انك مش مقتنع بالمرشحين المتاحين. لو احنا النهارده اتكلمنا ان كابتن حسام البدري مرشح، بعد اسبوع لو هو اللي تعين ده معناها ان في اسبوع من الانتقادات او من عدم القناعه بكابتن حسام البدري لحد ما تعين. ده بيدي المدير الفني انطباع ان الجهاز ان مجلس الاداره جايبني علشان انا خيار اخير. ده المشكله اللي والحقيقه ده اللي موجود دلوقتي، يعني خلينا نتكلم بصراحه ده الموجود دلوقتي. وده عايز اقول لك ان هو كانت مشكله رهيبه لماركوس باكيتا. باكيتا لما جه لان كل الاسامي اللي فضلت تطرح
كانت ما عجبتش، ففي الاخر جابوا الاسم الوحيد الاخير في الليسته. فمن الاول وانت جايبه انت مش مقتنع بالراجل، ومن الاول والراجل جاي مش حاسس ان انت في ظهره، وبالتالي بتحصل فتره المفاوضات تبقى طويله، وبالتالي ما بقاش جاي مقتنع. المشكله الثانيه ان انت عندك تجربتين في السوق واضحين جدا، تجربه جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك لما جه، دي تجربه مدير فني عينه على الخليج فجاي مصر يعمل، هو سي في قوي جدا، فهو اسم كبير فعينه على المرتبات الخياليه اللي في الخليج، فهو جاي يعمل لنفسه ستيج محطه علشان خاطر يتنقل للخليج. وفي مدربين زي جورفان فييرا، جورفان فييرا من او كان فيليب عمر تروسيه، نماذج مدربين خلاص قررت ان هي مناخها منطقتها هتكون الوطن العربي، زي ايرفي رينار لما ابتدى يبقى خلاص مناخه هو افريقيا، قاره افريقيا. فانت بتتكلم في ان المفترض ان لو في حد بيقسم كده خريطه للمدربين يحط الناس دي رقم واحد قبل اي حاجه، الناس المنطقه العربيه بقت تخصص ليهم علشان خاطر يبقوا مدركين ان هم جايبين مدربين ناويين يكملوا معاهم. واحد. اتنين، انت عايز ايه؟ انت عايز مدير فني يلعب بطريقه لعب تناسب لعيبه النادي الاهلي اللي هو مثلا اتنين روس حربه، يبقى دي واحده من الشروط. ساعتها تروح لكابتن توماس شراف. توماس شراف من المديرين الفنيين المشهورين بطريقه اللعب اللي فيهم خطه هجوميه كبيره. انت بتدور على مدير فني يعالج البطء اللي في خط الدفاع، يبقى تروح تدور على مدير فني بيمسك كره اكتر، ويبقى ده يعني واضح للناس تحديد الاهداف مره ثانيه. فلما تعمل كده تجيب السير الذاتيه بقى من كل الوكلاء. بس دي محتاجه لجنه فنيه اعتقد. انا هقول لك دي بقى النقطه الاساسيه، ما يبقاش عنده درايه بده. مين النهارده اللي بيستقبل السير الذاتيه للمدربين في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي. في النادي الاهلي انت ما تعرفش، هي اكيد في ناس بس هم حتى ما اعلنوش. فدي نقطه من النقط اللجنه الفنيه مش موجوده دلوقتي يعني. كان انا مش حتى بتكلم على اللجنه الفنيه اللي هي نجوم الكوره، لا انا بتكلم على مين مسك مكان خاص بالتسويق يعني. بالظبط كده. الناس دي محتاجة تطلع تتكلم أكتر، محتاجة تطلع أو على الأقل إن هي يتم عارف أنت اللي هو إيه، أشتري نفسي شوية وقت مرة تانية. النهاردة استلمنا عدد من السير الذاتية، بكرة بندرس السير الذاتية واخترنا أفضل ثلاثة، بعده إحنا هنقول لكم على مين الثلاثة دول. أنت بتشتري وقت وبتحضر فعلا بشكل وبتدي أريحية للناس كمان. في نفس الوقت وانت بتتكلم بقى، هل في حد عندك نتورك للعلاقات الخاصه بالوكلاء المدربين اللي يجيبوا لك احسن مدير فني؟ لا مش موجود، مش باين انه موجود. عارف حتى زي بالنسبه ليه كل الاسماعيلي ما يجيب لعيب من غانا ينجح؟ في نتورك مع وكلاء لعيبه شاطرين في غانا. دي العمليه سهله وبسيطه يعني. فانت هنا في مرحلة ما بالمناسبة نادي الزمالك كان عنده نتورك مع وكلاء بيجيبوا له مديرين فنيين برتغاليين ممتازة. في مرحلة تانية اتغيرت النتورك دي، الاختيار كان سيء. فهي النتورك دي مش موجودة في النادي الأهلي. مجلس الإدارة اللي لسه بتساعد الحقيقة كتير على النجاح لحد دلوقتي مش موجودة، مش واضح ان هي موجودة بمعنى أدق، مش بيعلن عنها، لو مش ملهاش قيمة عند الكريديبيليتي، مصداقية عند الناس بشكل كبير. فأنت مفتقد العناصر اللي تقنع الجمهور باسم المدير الفني، لأن أنت من ناحية تانية عمرك ما تقدر تروح تجيب مدير فني صاحب فعلا اسم يعني. روبرت دي ماتيو ما هو متاح، تقدر تروح تجيبه؟ ما تقدرش، لأن أنت بتتكلم في مدير فني برواتب مختلفة تماما عن اللي بيتعرض في الوطن العربي وبالذات في بلد زي مصر. طب يعني في النادي الأهلي أعتقد أنه يعني التجربة اللي نجحت في العقد الأخير أو الفترة الأخيرة هي مانويل جوزيه. يمكن أسماء كتيرة اللي موجودة، أوليفيرا وديكتي وبيسيرو وجاريدو، يمكن فشلت التجربة شايف. مزبوط. لأنه زي ما تفضلت وقلت النتورك دي مش موجودة، اللجنة الفنية مش موجودة، أو المختصين في ده في التسويق مش موجودين، ده سبب بالتأكيد. والناحية التانية هل أنه فكرة المدرب المصري وأنه فاهم شوية في طبيعة اللعب المصري أو بينجح شوية مع أيام، شفنا تجربة حسام بدري نجحت شوية مع النادي الأهلي، كابتن محمد يوسف حتى لما تولى المسؤولية نجح مع النادي الأهلي، شايف أنه الأفضل الفترة القادمة المدير الفني الأجنبي أم المصري النادي الأهلي؟ عارف أن نجاح كابتن محمد يوسف بعد نجاح كابتن حسام البدري مع تغير الظروف وتغير اللعيبه كان سببه الرئيسي ان في بيزكس اتحطت بشكل ممتاز مع مانويل جوزيه، طريقه تدريب على خطه لعب على طريقه تطوير اللعيبه. السيستم اللي بتتكلم عنه واتكلمت عنه برشلونه، وبالتالي فضلت الدنيا مكمله. السيستم ده انهار بتوالي المديرين الفنيين وبتغيير طبعا اسماء الفريق واسماء اللعيبه كلها. حاليا انت مطالب انك مره ثانيه تحط سيستم، دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه
القصه اللي ليها علاقه باختيار مدير فني زي مانويل جوزيه. هحكيها لك حاجه بسيطه كده، كابتن محمود الخطيب كان حكاها، قال ان بعد الفشل بتاع المدربين بشكل متوالي في مرحله ما، سافر بنفسه البرتغال علشان يتفرج على مانويل جوزيه في الملعب بيتحرك ازاي، وعجبه جدا هو ازاي مسيطر على اللعيبه، ازاي بيأمر اللعيبه من غير ما يكون النرفزه دي مبالغ فيها، وازاي يتعامل مع الصحفيين في المؤتمر الصحفي ما بعد اللعيبه. فده كان اشبه باختبار بسيط اتعمل لمانويل جوزيه قبل ما يقعدوا معاه. فبالتالي انت هنا بتقدر تدرس اكتر المدير الفني، وبتقدر تحكم اكتر على المدير. هل يتوافق معاك كنادي وكلاعبين وكجهزه او كدوري كمان ولا لا؟ فدي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه، انت محتاج قبل ما يتعين المدير الفني تقعد تقول له ان انا تركيبه الفريق بتاعتي حاليا عامله كذا. انا دلوقتي عندي لعيب زي حسام غالي في وسط الملعب، احتياجاته ومتطلباته بقت كذا، ما تطلبش منه يدافع كتير، ما تطلبش منه يلعب بلاي ميكر صريح لان ده مش مكانه. في نفس الوقت هو قد ايه في لعيبه عندها سيطره على لعيبه تانية جوه النادي الاهلي. الفكة دي كلها او التركيبة دي كلها لازم تكون عند المدير الفني قبل ما يبتدي شغل، بتساعد بالتأكيد على النجاح بقى مش العكس. فده كل ده مهم جدا، واعتقد ان هم يعني عندهم دراية بيه بس مش عارفين يتطبق ازاي، او احنا كجمهور او متابعين مش حاسين انه بيتطبق. حتى كصحافة يعني كل يوم مفيش حتى اسم تحس ان هو فعلا واخد ترشيح بجد من مجلس الإدارة من بعد إيرفي رينار ما اعتذر. طيب هنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل في النادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم انه يعني اللي بيحصل في النادي الأهلي ده دايما بيحصل الفترات اللي فاتت، بنشوف أسماء كتيرة جدا مرشحة وفي نفس النادي الأهلي بيتزنق بالبلدي كده زي ما بنقول، وبنشوف اسم ممكن يكون بعيد جدا عن الصورة، وبنشوف مدير فني مش بيلاقي قبول على الأقل من جمهور الكرة في مصر أو جمهور النادي الأهلي في مصر في الفترة اللي فاتت. ممكن يكون اسم كابتن حسام البدري بعيد شوية، ولكن أنا بأكد لحضراتكم إنه موجود بقوة وحل من الحلول القوية للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. يمكن جون أنتوي، أحمد الشيخ، أحمد عبد الظاهر بعد ما كان هيرحل، كل هذه الاسماء اللي كانت يعني مقترح انها تبقى خارج القائمه الفتره اللي جايه هتتواجد بقوه الفتره الجايه. وشفنا جون انتوي متواجد، احمد الشيخ متواجد في المباراه اللي فاتت، واعتقد ان هيبقى ليهم دور الفتره اللي جايه. عايز اروح معاك نادي الزمالك، يمكن معانا صوره لحضور، اول صوره طبعا حصريه معانا هنا لمايوكا مهاجم نادي الزمالك، مهاجم الزامبي، وحاجه مهاجم من المهاجمين الاقوياء جدا اللي عنده زي ما قلت لحضراتكم هداف من الهدافين المميزين جدا، لسه سنه صغير كمان ولكن عنده خبرات جيده. دي صوره يمكن لحظه وصول مايوكا لمطار القاهره، واعتقد هيكون ليه دور مهم جدا في المرحله اللي جايه مع نادي الزمالك. كل التوفيق ليه مع نادي الزمالك، عايز اخد رايك فيه الحقيقه. هقول لك كده ميدو بيفكر في ايه، وليه كان عايز صلاح ريكو، وليه عايز مايوكا تحديدا، او كان مايوكا هو ما كانش رقم واحد في حسابات ميدو، لكن ميدو مقتنع برضو بامكانيات الولد، وقصه الاصابه بس اللي ترددت مؤخرا دي هي اكتر حاجه دلوقتي قلق الجمهور، لان هي قلق الجمهور لسبب واحد بس، هو مش مصاب والتقارير الطبيه بتاعته سليمه في الوقت الحالي، بس مع اول اصابه هيتقال لك اه شفت البومبه اللي انت خدتها. فدي دايما بيحصل، دي القلق اللي عندهم ان هو حد سمعته اتلوثت بحاجه صغيره شبه كده في الهجوم. لكن ليه ميدو عايزه وليه الفرقه محتاجه كمان صلاح ريكو، هقول لك ده بناء على اللي اتفرجنا عليه في ماتش المصري. تعال نرجع للسبوره تاني بسرعه، بس معلش بقى جمهور الزمالك يعني يقدر ان انا ما عنديش بتاعات بيضاء علشان السبوره بيضاء، فهنشتغل على الاحمر زي ما هو. فانت سارة ريت زوم على البورد. اتفضل. انت كنت بتتكلم على ان امبارح قدام النادي المصري نادي الزمالك لعب فعليا من غير راس حربه، لعب بثلاثه بلاي ميكرز. حلو. الأزمة الرئيسية اللي قابلت نادي الزمالك إن في عدم وجود راس حربة، كمان الكرة التلاتة اللي بيلعبوا تحت راس الحربة ده، حمودي وأيمن حفني وشيكابالا، التلاتة من النوع اللي بيحب يستلم الكرة في رجله. الكرة جت لشيكابالا هنا، شيكابالا ما عندوش السرعة ولا الليونة اللي كانت موجودة زمان أو الرشاقة اللي كانت موجودة زمان، وبالتالي بيفضل واقف بيها بيدور على أقرب حد. أيمن حفني مش عايز يجري، هو من النوع اللي متعود إنه يستلم الكرة فبتجيله الكرة بيعمل دريبلينج بالظبط. فلما بيجي يعمل دريبلينج مين اللي جنبه؟ شيكابالا. شيكابالا ما بيتحركش، شيكابالا برضه بيتحرك ببطء وعايز يستلم الكره في رجله ومش عايز يستلم يفتح مساحه لقدام. نفس القصه بالنسبه لحمودي اللي هو دايما بيلعب الدور ان اقرب من الاثنين الارتكاز اخد منهم الكره، في الفرقه فعليا كانت عامله كده. حمودي بيحاول يسلم لواحد من الاثنين، الاثنين دول ابطا من ان هم يتواصلوا مع لاعب واحد، فما كانش في اي كثافه عدديه. رقميا الزمالك عمل كهربا استلم الكره امبارح 20 مره في الشوط الاولاني، 20 مره من الاربعه المدافعين، مش من واحد من لعيبه الوسطى هنا. استلم الكره كام مره بقى من اللعيبه اللي في وسط الملعب دول؟
استلم منه كرة 5 مرات بس. فانت بتتكلم في عدد ضعيف جدا كبير. الفكرة بتاعت ميدو كانت ان الزمالك بيلعب المصري بيلعب بدفاع ضاغط متقدم، 4 مدافعين في المصري بيلعبوا دايما متقدمين، طيب تعالوا نحط كهربا وراهم عشان كهربا يضايقهم. لكن عارف انت في برشلونه دايما برشلونه بيستفيد من التحكيم في الاوفسايد، برشلونه على طول مقتنعين الحكام ان هو بيضرب الاوفسايد. العكس بقى تماما، كل الكرات اللي بيبقى فيها شبه التسلل 1% في الدوري المصري بتتحسب اوفسايد. فعشان كده اللعب على الاوفسايد جيم بتاع المصري نجحهم في ان يوقفوا كهربا مرتين، استلم الكره ما كانش اوفسايد، لكن ونجحوا ده في الحقيقه. المصري ده مباراه مميزه جدا امبارح. الشوط الثاني لما نزل مصطفى فتحي، واحد بقى بيجري بالكره بشكل كبير جدا، والثاني بس مرسي ابتدى يضايق الدفاع ويضطر ان هو يرجع، فابتدى الزمالك يتحرك بشكل كبير. لكن الازمه بقى ان ميدو بيدور على لعيب بيجمع بين قوة باسم مرسي وحرفانة كهربا وسرعته، عشان يبقى التلاتة اللي بيلعبوا تحت وسط الملعب دول منهم كهربا، فما يحصلش فيه نفس اللي حصل الماتش اللي فات. هنا يجي الدور اللي ميدو بيأمل فيه لمايوكا. ده واحد. اتنين، ميدو من اكتر الخطط اللي مسيطرة على دماغه الدايموند 4-1-2-1-2. الخطة الدايموند دي علشان تتنفذ بتحتاج 2 مهاجمين يكونوا بيعرفوا يتحركوا على الوينجات كتير جدا. مايوكا عنده السرعة اللي تكفل له ان هو يلعب الدور ده، فده طرف تاني. ليه الزمالك كمان بيدور على صلاح ريكو؟ علشان صلاح ريكو اللعيب الوسط الوحيد تقريبا في الدوري المصري اللي بيلعب ارتكاز وعنده هذا الكم او هذه النسبة المرتفعة من المراوغات. واقول لك ان صلاح التصويبات الحقيقة عنده دوافع هجومية او مهام هجومية كتيرة جدا بيأديها في الملعب. بالظبط، هو عمل في السيزون ده 17 مراوغة مقابل 8 لابراهيم عبد الخالق مقابل 2 لابراهيم صلاح. فبتتكلم في ان هو يقدر ياخد الكورة يقطع بيها مسافة كبيرة جدا، فيقدر يدي فرصة لعيبة الهجوم بتاعة الزمالك ان هي تتقدم بشكل مريح، فيخرجوا الهجمة بشكل احسن. وخروج الهجمة بشكل سليم اكتر حاجة سيئة او اكتر حاجة بيشتغل عليها ميدو وتحس ان فيها حركة، لكن في النهاية ما بتتمش بالشكل المناسب والسليم. فده ميدو عنده ميزة ان هو عنده شوية رؤية، فبيحط الاحتياجات بتاعته، لكن في نفس الوقت الفرقة علشان تنفذ الرؤية دي بالشكل اللي هو بيتكلم فيه شوية دي تحسها حتة نظرية محتاجة انها تتطبق عمليا بشكل احسن، محتاج وقت شوية، ومحتاج جمهور الزمالك يصبر عليه شوية لان كان فيه هجوم عليه والراجل واخد 12 نقطة من 4 لقاءات. اعتقد نجاح كبير لسه، هو اشتغل نفسه وقت تطوير شوية. بالظبط، اشتغل نفسه وقت في ده. عليه بس ان هو يبطل يطلع في الصحافة يقول ان انا عارف ان الاداء مش حلو، علشان خاطر ما يديش الانطباع في الاخر ان ايوه انا بسلم نفسي في ده. الحاجة التانية ان فعلا الاداء يتحسن بان هو اقل، يعني اقول لك على حاجه بسيطه، جوزفالدو فريرا كان بينتقد كتير جدا بطريقه 4-3-3 اول ما جه، بعد 6-7 ماتشات اللعيبه حفظتها. هو ده اللي هو محتاج يعمله، يثبت شويه التشكيل والخطه، لان هو تغيير الخطه المستمر ده هيخلي الفرقه فكه منه بعد فتره. طيب اخيرا وسريعا، رايك في الاختيارات؟ يمكن عندنا 9 اختيارات الجهاز الفني منتخب مصر من 9 أندية. اعتقد مجموعه كبيره جدا من اللاعبين. شايف كمان عدم اختيار شيكابالا، لانه ناس كثيره جدا من جماهير نادي الزمالك معترضه انه ما انضمش، وشايف فرصه منتخب مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه. شيكابالا بس وزنا، ويعني هو من اكتر اللعيبه الحريفه فعلا في الدوري المصري، واللي بيطلع الكوره بشكل سليم وبتطمن والكوره معاه. لكن على مستوى الرشاقه هو لسه محتاج يشتغل على نفسه شويه. هو واضح ان هيكتور كوبر عايز يرد اولا على الانتقادات اللي بتقول ان هو على طول بيستدعي لعيبه الاهلي والزمالك بس، وضعا في الاعتبار ان لازم الناس تفهم برضو ان في لعيبه ممكن تنفع في فريق صغير، لان هو مثلا مهاجم زي احمد جعفر بيجيب جوان كتير مع بتروجيت، لكن سرعته اقل من ان هو يبني عليه خطه في ماتش كبير زي ماتش نيجيريا. وبالتالي مش كل لعيب فعلا في نادي صغير ينفع. لكن هو فرصه كويسه جدا ان هو يدي فرصه لمجدي، لناصف، لمجموعه كبيره من اللعيبه اللي فعلا اثبتت نفسها. الهجوم كمان مروان محسن واحمد مروان رؤوف محسن مع طبعا ورؤوف اكتر لعيب بتحسه بيضغط على اي مدافع في الدنيا، يعني معاه كوره. ففرصه كويسه ان هو كمان يدي رساله للعيبه ان اللي هيتالق هياخد حقه في مباراتين يعني بسيطتين. فرصه كمان ان هو يدي دقائق لعب اسف راح الاسم من دماغي، لعمر جمال وباسم مرسي، علشان خاطر يحسسهم برضو ان احنا واقفين في ظهركم. ماتشين سهلين للمنتخب الوطني والديين، فرصه ان هو يعالج فيها او يدي فيها كل الرسائل دي. فاختيارات موفقه جدا. احمد بشكرك جدا، انا سعيد جدا بوجودك معايا. انا سعيد جدا كمان. بشكر في النهايه نقيبنا الرياضي المميز احمد عز الدين، رئيس تحرير موقع في الجول. حاولنا نحلل لحضراتكم بعض الامور داخل الدوري المصري، السلبيات الايجابيات الموجوده، المدير الفني القادم للنادي الاهلي مايوكا وصل للقاهره لانضمام لنادي الزمالك الفتره القادمه، تابعنا مع حضراتكم افتتاح بطوله افريقيا لكره اليد
واللي بتعكس الصورة الآمنة لمصر الحبيبة في الفترة القادمة إن شاء الله. كل التمنيات والتوفيق ليهم. منتخب مصر إن شاء الله معسكر يوم 23، نتمنى الدعم الكامل من كل الناس الفترة اللي جاية ورا منتخب مصر، في ظهر منتخب مصر إن شاء الله عشان التأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم إن شاء الله في الفترة القادمة. بشكركم، بشكر رئيس